مشكله وانا تحريتها بعد كده. مكسوف اقول لك وبحي يعني انه بعد اغتيال او محامله اغتيال مبارك التي نجا منها في اثيوبيا، احنا حطينا اللوم على زناوي وعلى اثيوبيا. زناوي بيقول لي انا هعمل ايه، دول مجاهدين اسلام والله ما نعرف عنهم حاجه وبيضروا اثيوبيا، واحنا اسفنا جدا انه في محاوله اغتيال الرئيس مبارك على ارضنا. لكن المشكلة أنه بعض الناس وعدوا الرئيس مبارك أن يأخذوا لواءه بثأره وأن يؤدبوا إثيوبيا، فحصلت ثلاث محاولات لاغتيالي أنا شخصيا. وأنا لا يوم عملنا حالة عداء يعني. وبعدين طبعا جت المصيبة الكبرى اللي اتعملت في وقت مرسي، وهي انك حطيتي محضر بحاله على الهواء، والله نضرب ونغتال ونقتل ونعمل مش عارف غارات بالطائرات على السد، كلام مجنون ولم يفعل اثيوبيين. عايز اقول لك انه من اكثر حاجات ضيعتنا في افريقيا انه الاثيوبيين طبعوا من هذا الشريط حوالي 100 شريط، وعلى الاقل وزع مش بس على رؤساء دول افريقيا، وزع على كل رؤساء البرلمانات. بس يعني احنا معلش غيرنا هذا النظام لكل اخطاء لكن هو المساله مساله انك انت لا تزالي تمارسي نفس العقل. ما انتيش لغايه النهارده هنتكلم فيها فيما بعد، لكن لغايه هذه اللحظه انت مش قادره توصلي. ما فيش حل، لازم تتكلمي هنا في الموضوع. ايه اللي جرى؟ احنا فين اللي جرى؟ نرجع الموضوع، نرجع الموضوع اللي هو البرامج والامن القومي. تتكلمي على البرامج تيجي تتكلم. تيجي تتكلمي على البرامج، احنا كنا دايما بنقول السد الاثيوبي انه محدش يقدر يمنع عننا المياه. اولا للسبب الرئيسي عندنا علاقات، طيب ممكن تسوء العلاقات، عندنا ما وجود في افريقيا ما بقاش موجود، طب اورايت. لكن كان عمتنا الاخير عندنا اتفاقيات، عاوزه مناقشه الاتفاقيات. بعدين بنقول عندنا في اهم عامل ان مهندسي الري بتوعنا كانوا كلهم تحت الانطباع انه سرعه تساقط الماء تمنع. نسينا ان التكنولوجيا غيرت العصر. حصل حاجه من 5 6 سنين وده اللي خلى ما كان مستحيلا اول امبارح بتصوراتنا يبقى ممكن اليوم وغدا. حصل ايه؟ حصل انه في المهندسين بدوا يقول والله تساقط المياه بيبقى خطر اذا حاولنا نقفله على مره واحده تجري في السد. في سد النهضه احنا بنبص للسد الامامي وبننسى انه هذا السد وراه 6 عوائق اخرى على مسافات بعيده بتقلل، كل واحد بيقلل سرعه تساقط الميه لغايه لما تيجي عند السد الاساسي وهو سد النهضه بتفوت بطريقه تكفل ان الكهرباء تتولد. بمعنى ان التكنولوجيا استطاعت حلها. طيب انا خايف، تعالى قول لي البرامج، اي واحد يعمل لي برامج يكتب لي على الزراعه وعلى الصناعه والكلام ده كله. زراعه اذا كان ما عندكش ميه جاي تكلمني، تعالى في عندك العاجل الداهم الذي لا تستطيع ان تنتظر فيه، تعالي قولي لي قناه السويس اللي انا قدامي دي انا معتمد عليها، ودايما بقول انه قناه السويس البديله البحر الميت البحر الاحمر مستحيله. طيب تكنولوجيكالي من ناحيه التكنولوجيا قناه جاي البحر الاحمر جايه بعد سنتين هتعملي ايه؟ احنا يعني طيب قوه الرفع في الجنوب، قوة الرفع على النيل الأبيض، احنا بنتكلم عن النيل الأزرق في إثيوبيا. تعالي اتكلمي عن النيل الأبيض اللي في تنزانيا، وفي النيل الأبيض ده جايب لي من فيكتوريا وحواليه تنزانيا كينيا أوغندا إيفن الكونغو. احنا ده كنا بنقول إن بحيرة فيكتوريا ما حدش يقدر يرفع منها بسبب المنسوبات. طيب وسائل الرفع النهارده اختلفت جدا، فماذا لو بدأت؟ وفي مشروعات، في مشروعات لإقامة مشروعات زراعية معتمدة على مياه النيل، مع إنه مش محتاجين لها كتير قوي، لكن برضه بيقول لك يعني ما هذا يعني؟ هذا يعني ببساطة إنك أنت قدامك قضية عاجلة ما تقدريش تقعدي تعملي فيها برامج في الزراعة إلا إذا كنت متأكدة إنك فاهمة. إذا كان مشكلة الأمن القومي اتغيرت وإنه مصادر التهديد بقت من كل حتة، في ليبيا ما في مصدر تهديد، في الشرق بقى في مصدر تهديد، كنا عمرنا بنقول في مصدر تهديد كان عسكري بس، لكن النهاردة كمان في الجنوب قناة السويس جديدة يعني في الجنوب بقى في إنه المية مهددة. أنت جاية تقولي لي أليس هذا حد يجي يقول لي برامج التنمية الشاملة ومش عارف ايه العصر بتاع ان مش عارف ايه ولا سيما كان دايما هيك الباشا كان دايما انا كنت كان عندي غرام بدكتور محمد حسين هيك الباشا وهو كان راجل كان
كريم معايا جدا الى درجه انه انا يمكن اتاح لي فرصه اشوف فلسطين في صحبته بطريقه لم اكن اتصور. مش فاكر سنه 46 قبل ما مش عارف مين يتولد عندك يعني، لكن هو كان موجود هناك معزوم. والغريبه جدا انه انا قابلت بن غوريون لكن في صحبه هيك الباشا وقابلت شارات مش شارات، بتكلم على منشئ دوله اسرائيل. وسنه 46 ما كانش لسه العداء بيننا كبير، لكن هم كانوا بيحتفلوا بهيك الباشا. لكن هيك الباشا كان دايما يقول لي حاذر من لا سيما وانت بتكتب. هو كان راجل كتر خيره، كان كاتب عظيم جدا، وانا يعني في صله. ولكن كمان اهم من ده في صله الاعجاب. فكان دايما يقول لي حاسب من لا سيما، وكان دايما يقول لي انه في انه بيعرف. هو محامي كان راح مره في المحكمه فلقى واحد عرض حال، واحد طالب حاجه بقول لك انا لازم اكتب عرض حال، فكتب عرض حال. والراجل اللي كتب له عرض حال اللي هيقدمه للمحكمه كان طالب مبلغ ولا حاجه، فهو اداله 10 ساخ 10 قروش ساخ. قال له ايه ده، عاوز اكتر من كده كتير؟ قال ده لا سيما لوحدها تساوي مش عارف 5 جنيه وما ادالوش. لكن هو كان دايما يحضر من لا سيما، اوعى لا سيما ولا غروه ولا ما ينفعش الكلام يعني. اذا ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ ما هي الرؤى يعني؟ شكل الرؤى ده يبقى عامل ازاي؟ كيف؟ انا هقول لك حاجه، انا بعتقد انه ما انت في حاجه الي اولا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، حد يجي لي ببرنامج لما هو عاجل وداهم واوله الامن وأوله تشغيل الطاقات الموجودة المعطلة عندي، وأوله مشكلة الطاقة ما عنديش. وبعدين أنا عايز برامج طويلة المدى تتعامل بطريقة مختلفة. هنتكلم إزاي الدول يعني تانية. هذه البرامج هي برامج حكومات أو أحزاب ولكن ليست برامج رؤساء. شو أنا عاوز لك حاجة، نحن الآن أنا شايف في البرنامج الثاني، البرنامج بتاع الثاني بتاع الفريق السيسي، إنه حد بيقول والله في رؤية جمال عبد الناصر، مشروع جمال عبد الناصر وفي مشروع أنور السادات، وإنه دلوقتي عاوزين مشروع جديد. انسي المشروعات كلها السابقة، أنت محتاجة مش محتاجة لمشروع، ليس مشروع مرشح، أنت تحتاجي هذه اللحظة إلى مشروع وطن، إلى مشروع صالح الوطن، إلى مشروع تلتقي عليه إجماع أمة ثم يتنافس المتنافسين أيهم أقدر على تنفيذ هذا المشروع. طب أستاذ يعني عند هذه النقطة لا سيما لا سيما لا سيما ولا غرو كده ولا غروة ولا غروة أيوة ولا غروة. هنقف فاصل قصير، بعد الفاصل نفتح ملفات العاجل والداهم. حاضر. ونشوف ما هو العاجل بالنسبة للرؤساء وما هو الداهم، ونتمنى أن هذا الكلام ممكن يغير قليلا من المسار، بدل ما نلاقي برامج تفصيلية نلاقي مجموعة من الرؤى أمام أوكي. الشعب تحت أمرك. فاصل ونواصل هذا الحوار مع الأستاذ.